تمكن العالم الأمريكي ديفيد كينيدي من فحص الهياكل الحجرية في الصحراء السعودية عبر برنامج جوجل إيرث، وذلك باستخدام طائرة مروحية. ووصل علماء تنقيبهم في الصحراء السعودية عن صور الهياكل الغامضة التي أظهرت كنزا فريدا من نوعه أدهش علماء الجيولوجيا والآثار. ورجح العلماء يتم اكتشاف تاريخ حقبة زمنية غامضة وقديمة جدا عاشت في الصحراء العربية. هذا وكان قد عقد في العاصمة السعودية الرياض مؤخرا ملتقى كبير حول الآثار السعودية الوطنية برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. الملتقى الذي عقد في المتحف الوطني شهد تكريم أكثر من 140 مواطنا سعوديا أعادوا كنوزا وقطعا أثرية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأبلغوا عن مواقع أثرية أو تعاونوا مع الهيئة في المحافظة على التراث الحضاري للمملكة. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو عالم الآثار السعودي ومستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني البروفيسور علي الغبان. مرحبا بك سعادة البروفيسور. مرحبا. ونتحدث مباشرة يعني حفاظا على الوقت، المملكة العربية السعودية كنزا فريدا لم يكتشف بشكله الكامل عما يحتويه من آثار عظيمة جدا تتواجد على أراضيها. في الواقع المملكة هبة موقعها الجغرافي، حكم موقعها وتوسطها بين شرق العالم وغربه، كان لها دور مميز في التاريخ الإنساني، وكانت همزة وصل بين الشرق والغرب، وشهدت نشاطا بشريا منذ فترة مبكرة في تاريخها، بل أن الدراسات الأثرية الحديثة تؤكد أنها المعبر الرئيس الذي عبر منه الإنسان الأول إلى بقية العالم. ولذلك لا غرابة أن نجد في المملكة آثار عظيمة تمتد لحقب تاريخية بل سابقة للتاريخ. نعم، لديكم في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الفترة الأخيرة القريبة حراكا غير معهود في السابق عن الآثار وعن التراث في المملكة العربية السعودية. في الواقع منذ أن أنشئ قطاع للآثار في المملكة، هذا الكلام يمكن منذ نحو 50 عام، كان هناك اهتمام كبير بالعمل الميداني الأثري والبحث والتنقيب. لكن خلال السنوات الأخيرة بعد ضم الآثار إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار والتراث، بدأت الأعمال الميدانية تأخذ شكلا مركزا، وتم الاستعانة بالكثير من العلماء والبعثات الدولية للعمل مع علماء الآثار السعوديين، الذين طبعا ازداد عددهم بحيث وصلوا لأكثر من 40 عالم آثار سعودي. وبدأنا نشهد بالفعل الكثير من الاكتشافات الأثرية المهمة تحدث في الآونة الأخيرة. ما أهم هذه الاكتشافات يعني التي حدثت مؤخرا؟ والله هذا يعني يدخلنا في توسع كبير، ويمكن أنا قبل أيام أعلنت الهيئة عن عدد من الاكتشافات بمناسبة الملتقى الأول للآثار السعودية. لكن أنا أرغب في الحديث عن الموضوع الذي طرحته في بداية اللقاء، وأحب أن أوضح بعض الأمور. يعني أولا، هذه المنشآت ليست هياكل. يعني هذا المصطلح وهذا المسمى الذي ظهر في الإعلام هياكل حجرية غير دقيق، هي منشآت حجرية. الشيء الثاني، لم تكتشف لأول مرة من قبل عالم الآثار الأمريكي أو الأسترالي، هي معروفة منذ أكثر من 40 عام، مجيرة لديكم. وهناك لو رجعت إلى حولية الآثار السعودية الأطلال، الأعداد الأولى منها يعني العدد الخامس، لوجدت الكثير من المعلومات عنها، وتنتشر ليس فقط في المنطقة التي زارها الباحث الأمريكي، وإنما تنتشر في جميع مناطق المملكة. هي موجودة بالقرب منك هنا في الرياض، في الخرج هي موجودة في وادي الدواسر. طبعا لا شك أنها أوضح وأبرز في مناطق الحرات، وخاصة حرة خيبر وحرة العويرض وحرة الشاقة القريبة من العيس. فلو أردت أن أوضح لك ما هي هذه المنشآت، يعني وهذا يمكن اللي يهم المشاهد، يعني هذه المنشآت طبعا تاريخها يعود، أقدمها يعود إلى فترة العصر الحجري الحديث المتأخر، يعني في حدود 6,000-7,000 سنة، ربما إلى 8,000 سنة من الوقت الحاضر. لكن الغالبية العظمى منها ترجع إلى العصر البرونزي، ما يسميه علماء الآثار العصر البرونزي، يعني إلى فترة 5,000 سنة من الوقت الحاضر، 1000 قبل الميلاد، وربما بعضها يرجع إلى 1000. معظم هذه المنشآت الحجرية هي مقابر لأشخاص، تأخذ أشكال متعددة، إما دائرة ويمتد منها مدنبات
واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أشكال مستطيلة أو مربعة، وأحيانا تمتد لمسافات طويلة جدا بحسب المكانة الاجتماعية ومستوى ثراء الشخص الذي يدفن في هذا المدفن. تأخذ بعضها يكون بشكل مثلث، وبعضها بشكل مستدير، وبعضها بشكل مربع، الجزء المهم في الدفن. هذه المنشآت أصبحت ثقافة منتشرة في كافة أنحاء الجزيرة العربية وفي تلك الحقبة، في تلك الحقبة، وخاصة في فترة العصر البرونزي. بل أستطيع أنا أعلن لأول مرة الآن أن هذه المنشآت مذكورة في القرآن، لأنها أيضا انتشرت عند قوم عاد، ونحن نعلم أن حضارة عاد إحدى الحضارات البائدة في الجزيرة العربية. وذكر الله سبحانه وتعالى أن في سورة الشعراء: وتبنون في كل ريع آية تعبثون، وتبنون بكل ريع آية تعبثون. الله سبحانه وتعالى يذم الاهتمام المفرط بالقبور، ولذلك ذم هذه الظاهرة. فأنا في نظري أن الريع طبعا في اللغة العربية هو كل مكان مشرف من الأرض أو المدخل بين الجبال، وجميع هذه المنشآت توجد على أماكن مشرفة من الأرض فوق مرتفعات. لو ذهبت إلى جبل طويق بجانب لوجدت الكثير منها وبأحجام ضخمة. نحن قمنا في الآونة الأخيرة بعمل أبحاث تنقيب في هذا المكان في موقع قريب من الخارج، وعثرنا فيه على بقايا بشرية، عظام إنسانية. اسمح لي يعني عفوا عن المقاطعة سعادة البروفيسور، لماذا حددتم هذا المكان تحديدا، أو لماذا اخترتم هذا المكان؟ تم مسح كل المنطقة الممتدة من الخارج حتى وادي الدواسر، واختيرت عينات من هذه المنشآت. اختيار عشوائي؟ لا، بناء على معطيات حسب الأشكال وحسب التصريف، واختيرت هذه. وتم المفاجأة الكبرى أنه في داخل هذا النموذج الذي تم التنقيب فيه عثر على بقايا بشرية تم تأريخها باستخدام الكربون 14، وأعطتنا 3400 قبل الميلاد. بل أعظم من ذلك، في داخل هذا القبر عثرنا على سيف من البرونز، ولأول مرة نعثر على سيف من البرونز هنا في منطقة الوسطى. طبعا لا شك أنه الآن هذا مغيب إعلاميا، لا شك أنه يعني هذا من الأشياء التي أعلننا عنها قبل أيام في الملتقى. فالعلماء الآثار المحل طبعا لدينا بعض الزملاء متخصصين في فترة ما قبل التاريخ قاموا بالكثير من الدراسات حول هذه المنشآت المعمارية، بل أنها هناك مجموعات يعني المسجل منها في المواقع، في مثلا موقع زي موقع جامعة الملك سعود أكثر من 500 مجموعة من هذه المنشآت. فهذه كظاهرة معمارية. أولا أنا حبيت فقط أصحح قضية أنها هياكل، ليست هياكل، هي منشآت. طبعا ليس كل منشأة حجرية قبر، بعضها عبارة عن متاهات لصيد الحيوانات، وتجدها بأحجام ضخمة بحيث تستخدم في صيد الحيوانات، وبعضها ربما يكون علم طريق يعني على شكل رجم، لكن الكثير منها بسيط تكوين، إما على شكل رجم هرمي أو رجم مترج، أو حتى هنا إذا ذهبت من الرياض إلى الخارج في منطقة اسمها العفجة تجد أعداد هائلة، حقول من هذه المقابر الركامية، بعضها بأذناب يعني بجدران ممتدة، وبعضها بجدران غير. هذه الظاهرة المعمارية معاصرة، العدد الأكبر منها معاصرة للفترة التي بنيت فيها الأهرامات في مصر، نتكلم عن 5000 سنة من الوقت الحاضر. بل أنه يعني أنه هذه الظاهرة يعني في الوقت الراهن يتم الكثير من التعدي عليها بسبب الزحف الزراعي، لأنها منتشرة يعني بكثرة. ونحن الآن بصدد إحصاء، وهناك فريق بالفعل يعمل على هذه في برنامج، ضمن برنامج ضخ اسمه الجزيرة العربية الخضراء، الذين يعملون على البحيرات القديمة والأنهار القديمة. بعضهم يعمل على خاصة في منطقة شويمس التي هي جزء من حارة خيبر، حارة بني رشيد، وهناك أيضا يوجد العديد من هذه المنشآت المعمارية. أنا مهمني جدا يعني أنه يعرف أنه هذه المنشآت هي مهمة جدا بالنسبة لتاريخ الجزيرة العربية، ومرتبطة بما نسميه في علم الآثار بالباستروليزم، علم الآثار، علم آثار الرعاة، لأنها ليست في مناطق سكنية، هي في مناطق صحراوية في الحرات. فالنشاط الرعوي في الجزيرة العربية نشاط رئيس منذ أقدم العصور. نعم. طيب هذه المواقع سعادة البروفيسور تتحدثون عنها، يعني كيف تتعاملون معها؟ هل يتم عزلها لكي لا يتم التعدي على هذه الأثار، هذه الكنوز القديمة جدا؟
بحسب طبيعة المواقع، يعني هناك مدن تاريخية، هناك منشآت معمارية يتم طبعا حمايتها بأساليب عدة، إما عن طريق حاطتها بأسوار أو من طريق نظام مراقبي الآثار، والتوعية والتعريف هي أهم طريقة للحماية. مهم جدا أن المواطن يسهم في عملية الحماية ويكون هو الحامي الأول للتراث الوطني. وطبعا المملكة قارة، وهناك أستطيع أن أقول أكثر من 100,000 موقع أثري وتحتاج كثير من الجهد، ولذلك تعاون الجهات المعنية، الجهات المسؤولة، المواطن، يشعر المواطن بأن هذا تراثه، هذا إرثه، هو المسؤول الأول عنه. طيب كيف تصلون لهذه المواقع؟ هناك أساليب كثيرة للمسح، يعني هنا المسح الأثري الآن طبعا التقنيات الحديثة سهلت، الآن يستطيع الإنسان، ولا يستطيع السيطرة على العالم، يستطيع الإنسان باستخدام جوجل أن يطلع على ما في الأرض ويفحص ويستطيع أن يتعرف على مواقع الآثار. وهنا تأتي مسؤولية المواطن، يعد أنه العبد في المواقع الأثرية يفقد علماء الآثار كثير من الأدلة التي تساعد على تاريخها. لكن اسمح لي يعني سعادة البروفيسور، ليس كل شخص يرى هذه الصورة وهذه المنطقة، سواء رأي العين بالعين المجردة أو عبر التقنيات، يعلم ويعي أنها آثار. طبعا لا شك أنه إحنا علينا مسؤولية كبيرة في توعية الناس بأهمية الآثار، وأهميتها ليس فقط الثقافية بل أهميتها الاقتصادية. الآثار مقوم الآن مهم جدا في التنمية، ويستفاد منها سواء من خلال السياحة أو من خلال وسائل أخرى، وتساعد على خلق فرص عمل، والمملكة تعي هذا الموضوع وأخذت اهتمام كبير. هي أحد مقومات الرؤية 2030. نعم، قضية مهمة جدا، سواء من خلال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من خلال الهيئات التي أنشئت للعناية بالتراث الوطني، هيئة العلب، درعية وغير ذلك. فلذلك يعني العبث بهذه المواقع هو عبث بموارد اقتصادية للبلاد. نعم. طيب الآن القادمة الأيام، ما هي خطة الهيئة لديكم؟ كيف سيتم نشر مثل هذه الاكتشافات؟ هل سيتم التوعية بمثل هذه الآثار؟ هل سيتم استثمارها بطريقة معينة؟ ما الخطة لديكم؟ لا شك أن هناك خطة يتم تنفيذها، يمكن أبرز ما فيها الآن برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، هو برنامج أحد مبادرات برنامج التحول الوطني وخطة رؤية المملكة 2030، وممول حقيقة بتمويل جدا مهم من الدولة، ويشمل أكثر من 170 مشروع، 230 مشروع يسعى إلى تأهيل عدد كبير من المواقع والاستفادة منها في التنمية السياحية، الحفاظ على إنشاء أيضا متاحف في كل منطقة من مناطق المملكة، تشجيع البحث العلمي الميداني. طبعا الآن في المملكة هناك أكثر من 32 بعثة دولية مشتركة سعودية دولية تقوم بعمل البحث والتنقيب في المواقع، وكذلك هناك أكثر من 12 فريق سعودي 100% يعمل من خلال أيضا جامعات مهمة تعمل مع الهيئة، جامعة الملك سعود وجامعة حائل وأيضا جامعة جازان، وكل هذه الأعمال في الواقع الآن تضيف الكثير من المعرفة وتضيف الكثير من المجالات التنموية، وأيضا بالإضافة إلى قضية الاهتمام بالتراث العمراني وتأهيل القرى التراثية وإنشاء أيضا قضايا المتاحف الخاصة. فإذا هناك عمل ضخم جدا الآن حسب الخطة الموضوعة، في خلال 5 سنوات من الآن يتم الانتهاء من كل أعمال مشاريع هذه المبادرة، بالإضافة إلى أيضا أنه هناك كثير من المواطنين الآن أصبح عندهم اهتمام بالتراث وأصبح عندهم متاحف خاصة، وكل هذا يصب في خدمة السياحة الثقافية في المملكة. هل تقدمون يعني مساعدات مباشرة أيا كانت، فنية مادية؟ نعم، للهواة. نعم، هناك أولا الحقيقة هناك تجاوب ممتاز من المواطنين، خاصة فيما ذكرت في بداية حديثك عن إعادة الآثار طوعيا. الحقيقة الهيئة استطاعت خلال السنوات القليلة السابقة أن تعيد 52,000 قطعة طوعيا، معظمها طبعا معظمها من خارج المملكة في الواقع، وأصحاب هذه القطع هم من أعادوها إلى المملكة إيمانا منه بأن هو المكان الصحيح الذي ينبغي أن تكون فيه. كذلك من نعم تفضل. كذلك المواطنين، الحقيقة هناك آلاف من القطع المهمة جدا التي أعادوها، طبعا نقلوها في وقت من الأوقات من مواقعها وأعادوها مرة أخرى للهيئة لتضعها الهيئة الحقيقة في متاحف المناطق، والآن يتم إنشاء 18 متحف في آن واحد في جميع مناطق المملكة، متاحف بمستوى المتحف الوطني من حيث الإنشاء ومن حيث أيضا المحتوى الداخلي، وكل هذه القطع ستوضع في المتاحف باسم وتحتها ومعها أسماء من أعادها للهيئة. طيب ما آلية إعادة هذه القطع الأثرية الآن؟ من إن كان هناك شخص لديه قطعة أثرية سواء كان داخل المملكة أو خارج المملكة ويرغب بإعادتها لديكم، ما الآلية؟
يستطيع بشكل يسير جدا إما يتواصل مع فرع الهيئة في المنطقة التي هو فيها أو يتواصل مع قطاع الآثار في الهيئة بشكل مباشر، ويستطيع الاتصال من خلال الاتصال الآلي، ويستطيع أن يكتب رسائل مباشرة، ويتم بعد ذلك التعامل معه في إحضار القطعة إلى الهيئة ويعني تقييمها، ثم بعد ذلك يقدم له يعني احيانا مكافآت، واحيانا اذا رغب بعض يعني تكريم في مناسبات معينه يتم التكريم ايضا في مناسبات الهيئه، ويتم التكريم ايضا من امراء المناطق. طيب سعد البروفيسور، كما تعلم بانه هناك ربما بعثات وهيئات ومنظمات دوليه عريقه جدا لها باع طويل في هذا المجال، كيف التعامل من قبلكم حينما ياتي طلب معين لربما التنقيب والبحث عن الاثار في المملكه العربيه السعوديه والتعاون فيما بين الطرفين؟ والله هو يتم هذا بسهوله ويسر في الواقع، يعني الان كل المدارس العالمية المشهورة في علم الآثار تحرص على أن تتعامل مع الهيئة وتعمل في المملكة العربية السعودية لما تتمتع به البلاد من أمن واستقرار، ونحن نرى أنه كثير من مناطق الشرق الأدنى القديمة المحيطة بنا تمر بأوضاع صعبة، لا تستطيع البعثات العلمية أن تعمل فيها، ونحن الحقيقة نتيح لهذه البعثات أن تعمل في فرق مشتركة مع باحثين سعوديين. كما ذكرت في البداية هناك عدد كبير من الباحثين السعوديين، ومدرسة الآثار السعودية التي أسسها أستاذنا الدكتور عبد الرحمن أنصاري طال الله في عمره، عمرها يعني أكثر من 40 سنة، وأفرزت الكثير من المختصين في جميع المجالات، ولذلك تكون فرق مشتركة تعمل مع البعثات العالمية. في هذا الوقت الذي نتحدث فيه يوجد في المملكة الآن أكثر من 12 بعثة تعمل في الوقت الراهن في مواقع، ونحن حرصنا على أن العمل الميداني الأثري ينتشر في كل المناطق، بحيث أنه كل موقع يتم الكشف عنه ومعرفة أسراره ومحتوياته يساعد في إعطاء فرصة للتنمية والاستثمار في المنطقة التي يوجد فيها. طيب الخطوة ما بعد هذه ثم بعد ذلك هناك النشر العلمي، طبعا النشر العلمي الدقيق الرصين، وأيضا الإعلامي، النشر الإعلامي والتوعية والتعريف والاستفادة مما يعثر عليه في هذه المواقع في عرضه في المتاحف، وأيضا المعرفة، لأنه أيضا إحنا المملكة العربية السعودية هي جزء من العالم ومنطقة مهمة بالنسبة لتاريخ البشرية، فأي معرفة إضافية تضاف هنا أو تكتشف في المملكة العربية السعودية هي تسد ثغرة موجودة الآن في معرفتنا بالتاريخ الإنساني. أيضا المملكة قامت بتسجيل عدد من المواقع في قائمة التراث العالمي من المملكة العربية السعودية كإرث إنساني، تم تسجيل 4 مواقع حتى الآن، ويجري العمل على تسجيل 11 موقع آخر في القريب العاجل، وضمن خطة رؤية المملكة 2030 تسجيل ضعف هذا العدد في المستقبل. طيب إن شاء الله أختم معك بهذا السؤال، وكثيرا ما يطرق ويتم التساؤل في منابر عدة، التأشيرة السياحية هل تعملون على تسهيل إجراءات الحصول عليها من مختلف دول العالم لمن يرغب بالحصول على هذه التأشيرة ورؤية هذه الآثار السياحية داخل المملكة العربية السعودية؟ والله طبعا هذا سؤال خارج عن نطاق موضوع اللقاء، لكن أنا أستطيع أن أقول لك بحكم اطلاعي يعني وقربي من في الهيئة أنه موضوع التأشيرة السياحية شبه منتهي يعني الآن، ويوشك على أن يكون يقر ويصبح سهل ويسير ويستطيع كل إنسان يحصل على التأشيرة السياحية. أنا سألت هذا السؤال لأنه ربما لكم أنتم في يعني في الآثار أو في الهيئة يعني فيما يتعلق بالآثار تدفعون باتجاه يعني تسهيل الحصول على هذه التأشيرة. هذا بالفعل ما حصل، والحقيقة عدة جهات يعني تعمل على هذا الموضوع، وتم التوافق على إصدار تأشيرات سياحية بضوابط يعني تحقق المطلوب إن شاء الله. شكرا لك عالم الآثار السعودي مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سعادة البروفيسور علي الغبان، كنت ضيفا معنا في هذه الفقرة. شكرا لك. شكرا لك، أهلا وسهلا.